وقع السويسري كريستيان جراس عقود تدريب فريق الزمالك لمدة موسم واحد بدءا من الموسم الجديد في منزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مساء أمس، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء. ورفض الزمالك الإعلان رسميا عن توقيع جراس في الوقت الحالي حتى لا يتشتت ذهن اللاعبين والجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال قبل مباراة الإسماعيلي المرتقبة في نهائي كأس مصر الليلة. ومن المنتظر أن يبدأ عقد جراس مع الزمالك بشكل رسمي يوم الأول من يونيو المقبل، وقد غادر المدرب السويسري القاهرة فجرا بعد توقيع العقود مع مرتضى على أن يعود معه باقي أعضاء الجهاز الفني.